السلام عليكم، الأخ محمد جفان، ممكن تعرفنا بنفسك؟ محمد جفان من مدينة مسكانة وبنية أم البواقي، ليسانس في التربية البدنية والرياضية. السلام عليكم، محمد، حبيت نسقسيك كيفاش ووقتاش اكتشفت الموهبة ديالك؟ المجموعة الصوتية تاع البريمار والسيام والليسي، هذه أول مرة تقدر تقول في البريمار اللي ديكوفريت روحي بنعرف نغني، وكنت نغني في العرس تاع في الحومة تاع الفاميلا وين يجيبوا شونتير نروح نغني معاه غنية هكذا. هذه السلام عليكم محمد خويا، صحة رمضانك. بغيت نسقسيك سؤال، هل تلقيت الدعم من العائلة تاعك في أول ما عرفت روحك بلي أنت إنسان موهوب؟ لا، ما تلقيتش الدعم من العائلة تاعي. السلام عليكم، راح نسقسيك واحد السؤال اللي هو شي يبغي محمد وشي يكره. نحب والديا، نحب السبور، نحب الموسيقى، نحب التحواس، نحب الخير لكل الناس ان شاء الله يا ربي. واش نكره؟ نكره الكذب، نكره النفاق، نكره الخيانة. السلام عليكم، حبيت نعرف واش من ولاية يعيش الفنان محمد؟ ولاية أم البواقي اكزاكت في مدينة مسكانو. محمد جفال، ما هو حلمك بالحياة؟ الحلم تاعي الاول ندي والدي للحج ان شاء الله، هذا واش راني حاب بزاف بزاف. محمد، شكون مثلك الاعلى؟ مثلي الاعلى هما والدي، بابا ويما. السلام عليكم محمد جفال، صحة رمضانك خويا. نبوز عليك لا كيسيون هذه، برك من هو المغني المفضل لديك؟ ماسي الشاب خالد وشيرين. محمد جفال، ما هي الأغنية الأعز إلى قلبك؟ الأغنية تاع هو الدوفان، مهما عشنا نتفكر بزاف نحب هذيك لا شونسون. السلام عليكم محمد، أطربنا بصوتك لو سمحت من فضلك. يا ويلك يا وين السعدة يتنظر من عود، النظر 60 عود من غير عودي، من غير عودي. يا ويلك يا السعدة منك يا مسعود، يا سقم لي سعود، سقم لي ساعدي يا مانا مان. كيف يتعامل محمد جفال مع الانتقادات السلبية؟ بون، الانتقادات السلبية نسيي ما نشوفهمش، ماذا بيا ما نطيحش فيهم، وإذا طحت فيهم نسيي ما نتأثرش بهم. فوالا، يبقى عالم افتراضي برك. السلام عليكم الأخ محمد جفال، صحة فطورك حبيبي، حاب نسقسيك إذا أنت مرتبط ولا لا؟ ما هي مواصفات زوجتك المستقبلية؟ ما عنديش مواصفات محددة، برك أنها تكون بنت بلادي وتكون بنت فاميلة وفحلة هذا ما. السلام عليكم محمد جفال، رمضان كريم صاحبي، حبيت نسقسيك وش رايك في المبادرة التي أطلقتها صفحة نجوم الجزائر، نقص التحدي تجويد القرآن، وصحة فطورك خويا. تحدي مليح بزاف، وكنت نتمنى كامل الناس تشارك فيه، برك يحبسوا هذيك الكلام تاع احكام التجويد وما يعرفش احكام التجويد، هذا اجتهاد شخصي من كل انسان وماناش من اهل الاختصاص. سلام محمد جفال، انا حبيت نقول لك سمعنا آية او صورة بصوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. محمد جفال، أعطينا سكوب عن مشاريعك المستقبلية. في البداية 2020 كنت موجد بزاف مشاريع فنية وموسيقية وكذا، من بعد جات كورونا حبستني كلش. دركا واش نقول لك، المشاريع المستقبلية تاعي مربوطة بكورونا، حبست كورونا درنا، ما حبستش ما درناش. هلا وجه كلمة لصفحة نجوم الجزائر. نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله والمزيد من النجاحات، وان شاء الله كل النجاحات، ان شاء الله توصلوا وين راكم حابين. وتحية خاصة لكل الشعب الجزائري، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم. السلام عليكم.